إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، يبدو أنه ما من ظاهرة يشير القرآن العظيم إليها ويلفت النظر إليها إلا وهي محكومة بقاعدة علينا أن نكون مؤمنين بها واثقين، وهي أي هذه القاعدة أن إمكان التحقق منها قائم ومتاح على قدر الاهتمام الإنساني والعنو الآدمي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إخواني وأخواتي أن الله تبارك وتعالى حين يقول مثلا إنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، يمكن التحقق من هذه الظاهرة. عجيب، مع أنها بوجه من وجوهها تنتمي إلى الغيب، تنتمي إلى عالم الأمر بوجه من وجوهها، لأن الله أرادها وأصدر إليها الأمر لتتخلق على هذا النحو مقدرة موزونة. لكن القاعدة التي أشير إليها أيها الإخوة والأخوات تؤكد أن هذه الظاهرة، ظاهرة التقدير مثلا بوجه آخر وهو الوجه الشهودي، من وجوهها يمكن التحقق منها ويمكن إثبات أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء تقديرا، قدر كل شيء تقديرا حتى بلحاظ الوجه الغيبي الأمري لهذا الموضوع. ولي خطبة في هذا الموضوع كشفت فيها النقاب بفضل الله وتوفيقه عن هذه المسألة، وهي خطبة التزامنية، خطبة التزامنية. إذا قال الله تبارك وتعالى إنه أحسن كل شيء خلقه، أي أتمه
وجمله وأتقنه، وهذا هو الإحسان، وهذا هو الإحسان. وجاء النبي المعصوم صلوات ربي تسليماته عليه وآله وصحبه ليقول، الحديث المخرج في صحيح مسلم، إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء. وهذه لفظة عامة أيها الإخوة لم يتفطن إليها معظم الشراح، فظنوا أن هذه المكتوبية إنما تلحظ الفعل البشري وحده، غير صحيح. النبي يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كما قال تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، كتب الإحسان على كل شيء. فما من شيء أحدثه الله وأوجده وخلق إلا وأحسنه، أو إلا أحسنه، كما قال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ولذلك من باب التشبه أيها الإخوة بفعال الله بما يجوز ويشرع، علينا نحن أيضا أن نأخذ بحظنا وقسمنا من إحسان أفعالنا وتجويد مأتياتنا. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. اسم هيئة، ليس اسم مرة، هذا اسم هيئة. كيف يكون القتل؟ قتلة، هذه قتلة وليست قتلة واحدة، قتلة. كيف نقتل العدو الذي يستحق القتل أيها الإخوة؟ بإحسان، بإتقان، بجمالية، جمالية حتى في العقاب، عجيب، جمالية في القصاص، جمالية جنائية. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، اسم هيئة، كيف نذبح؟ ولذلك قال مشيرا إلى نمط من هذا الإحسان: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إنه يأمر بذبحة جميلة، ذبحة متقنة محسنة مجودة. ولذلك في الحديث الآخر حين رأى رجلا يتعسف في قود الشاة إلى مصيرها الأخير، قال: ويلك، أتريد أن تميتها مرتين؟ إلى أن قال: قدها إلى الموت قودا جميلا. وين الذبح الجميل؟ قال: أين الذبح الجميلة؟ طبعا هذا النبي المحمد الصادق الأبر الأطهر المصدوق صلوات ربه وتسليماته عليه وآله وصحبه، الذي يمتح من معين القرآن، الذي يستمد من هذا النبع الزلال الفياض الرباني. وبلا شك أنه وقف مرات لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى مع الموارد من أمثال، فاصفح الصفحة الجميل. الله يريد أيها الإخوة أن نصفح عن أعدائنا وعن شانئينا وألدائنا ومبغضينا صفحا جميلا، صفحا لا نتعقبهم أيها الإخوة من ورائه بثأر أو انتقام ولا بعيب بل ولا بعتب. هذا هو الصفح الجميل. وقرأ قول الله تبارك وتعالى في موضعين من سورة يوسف: فصبر جميل. الله يتحدث عن الصبر الجميل، إنها الخلائق الجميلة، ليست الوجوه الجميلة فقط، ليست الأشكال المستحسنة البهية البهيجة، إنما السلوكات والأفعال والمأتيات. فصبر جميل، والصبر الجميل هو الذي لا تذمر معه ولا تسخط، هو الذي لا تذمر معه ولا تسخط. إذن صبر جميل. وقرأ في القرآن الكريم عن الهجر الجميل: وهجرهم هجرا جميلا. عجيب، الهجر الجميل نفس الشيء، هجر لا يعقبه غيبة ولا نميمة ولا محاولات تدسس وإيقاع ووشاية وسعاية وإضرار بالمهجور، إنما أتركه وشأنه، أتركه لله تبارك وتعالى. هذا هو الهجر الجميل، هذا هو الهجر الجميل، وهو في حق العدو، وهو في حق العدو، عجيب. وفي القرآن الكريم التسريح الجميل، التطليق أيها الإخوة، أو إخراج النساء من البيوت التي لا عدة لهن أو لا عدة عليهن في الحق، في الحقيقة، لأن العدة هي حق للرجل على المرأة، فالأفصح أن نقول لا عدة عليهن، لا عدة عليهن. تسريح جميل أيضا، لا إضرار معه أيها الإخوة ولا شنآن، لا إضرار معه ولا شنا، تسريح جميل. ما هذا الدين الجميل؟ ولما لا يكون هذا الدين لمن فهمه؟ أما دين الذين يفجرون أنفسهم في عباد الله في آخر يوم من أيام رمضان، هؤلاء لا يفهمون لا ما هو الجمال ولا ما هو الحق ولا ما هو الخير ولا ما هو الإنسان،
لا يعقلون شيئا عن الله ولا عن رسوله ولا عن ضمائرهم التي ماتت وتبلدت منذ زمن على ما يبدو والعياذ بالله. لا كفر الله في الأمة من أمثالهم وشفى الله الموبوئين بهذه الأشكال من الجنون والانحلال النفسي والعقلي عما قليل، شفاهم الله عما قليل. هذا داء يبدو أنه عياء، داء يبدو أنه عياء. وقد لفت النظر مرة أيها الإخوة إلى ما أشار إليه المعصوم عليه الصلاة والسلام، أن من ابتلي بهذا الداء يصعب جدا شفاؤه منه. من ابتلي بكراهية الناس، بكراهية المسلمين، بتكفيرهم. بالأمس أستمع إلى عالم كبير كبير من كبار علماء طائفته ومذهبه وطريقته في التفقه والتنكر للسماحة والود والمحبة والتيسير. على كل حال غفر الله له ورحمه الله، لأنه درج منذ سنين. هذا العالم يطلق حكما بتكفير الشيخ العلامة القرضاوي بسهولة في أقل من دقيقة. قال هذا يقول كذا كذا كذا، هذا مرتد، هذه ردة، على ولي الأمر أن يستتيبه وإلا ضرب عنقه. تخيلوا، رجل في مثل قامة القرضاوي علما وعملا وإنتاجا وحجة وقوة في ميدانه، يكفر ويؤمر بضرب عنقه في أقل من دقيقة. إذن ما بال أمثالنا. داء عياء. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا الداء العياء الذي تقريبا ليس له شفاء ولا دواء. قال يمرقون من الدين، هؤلاء الخوارج أصحاب النزعات الخوارجية، تكفير الناس والحكم على الناس بالكفر والردة والشرك والعياذ بالله. ثم بعد ذلك كما قلت مرة في خطبتي، بين التكفير والقتل خطوة. من كفرك حكم بقتلك، انتبه، من كفرك هو يعطي رخصة بقتلك، يعطيها لكل مجنون، لكل أحمق، لكل مخرق الضمير شائه السلوك والعياذ بالله. أكاد أقسم من على منبر رسول الله أنه لا ينزع منازع العنف والتطرف والقسوة إلا إنسان ملوث، إما ملوث خلقياً، إما ملوث عقلياً، إما ملوث عقدياً. لا يمكن إخواني وأخواتي، وفكروا هذا بالله عليكم، لمن دنا من الله، لمن اقترب من الله، لمن كان من أهل الله تبارك وتعالى، أن يكون إنساناً عنيفاً وفظاً، ولو كنت فظاً غليظ القلب لا. فبما رحمة من الله لنت لهم. لماذا كان الأرحم بالمؤمنين رؤوف الرحيم؟ لأنه كان الأقرب إلى الله والأعرف بالله، أعرف الخلق وأعلم الخلق بالله هو رسول الله. لذلك كان أخشاهم لله وأتقاهم لله من جهة العلاقة بالله، وأرحمهم وأعذرهم للخلق من جهة لحاظ الخلق. تريد أن تختبر إيمانك؟ اترك كلام المشايخ، اترك كلامي وكلام أمثالي، اجلس وحدك هكذا واستهدي الله واسترشده. وره فعل أمر من يرى، وره رمى عندك من مقدار الرحمة. كم تميل إلى محبة الناس، كم تبكي لخطاياهم، انتبه، لا كم تلعنهم من أجل خطاياهم. حاذق أستاذ بروفيسور في اللعن فقط، لا، كم ترحمهم لأجل خطاياهم، كم تتمنى لهم أن يقيل الله عثارهم، أن يقيل الله عثارهم، أن يلهمهم رشدهم، أن يقيهم شر نفوسهم. كم تبكي وتحن وتألم وتتمرر وتكبد، تصاب بالكباد من أجل معاناة الناس، معاناة الناس من الفقر، من السجن، من الأسر، من التهجير، من الذبح أيها الإخوة، والسلخ والقطع كالذي يحدث الآن في سوريا، وربما لا يزال يحدث في ليبيا كأسر الشعب الفلسطيني المظلوم المحصور أيها الإخوة. كم تبكي، كم تتألم، كم تشعر بهذا الشيء؟ أنت إنسان، بالتالي فأنت مسلم. الإسلام عندي يساوي إنسانية كاملة. بمقدار نقص إنسانيتك ينقص إسلامك. يستحيل أن تكون مسلماً صالحاً وإنساناً فاشلاً، يستحيل. علينا أن نفهم الدين بشكل صحيح. انتبهوا، ليس لنا أيها الإخوة فضلاً أن يكون علينا أن نجتزئ من كلام الوعاظ ومشائخ الفضائيات بما نبرر به مرارتنا وخبث نفوسنا وسوء طوياتنا وأحقادنا المتراكمة في قاع النفوس الغرزية. لا، طبعا كل أحد، أنا وجدت ما من أحد أيها الإخوة، ما من قاتل مجرم، ما من لص،
ما من كافر ملحد إلا له منطق يبرر به مسالكه. انتبهوا. قبل أيام كنت أستمع ويا ليتني ما استمعت حقيقة، يا ليتني، لكن هكذا اتفق لي إلى عالم كبير، مرجعية أيها الإخوة، مرجعية بين أهلي وطائفته. قبل قليل الذي كفر قرضاوي سني، هذا الآن شيعي، إمامي 12، شيء لا يكاد يصدق. لم أكد أصدق أن إنسانا محترما فضلا أن يكون عالما ومرجعيا يفوه فمه بمثل هذه البذاءات والسخافات، اتهام بالزندقة والعهر والدعارة والزنا، شيء لا يصدق لعلماء كبار من علماء طائفته. لا أستطيع على منبر رسول الله أن أحكي، والله ما أحكي، لا أستطيع، لأنكم ستقذرونني، تتقززون مني أنا شخصيا، سأبعث على التقزز حين تسمعون هذه العبارات البذيئة. هذه لا يمكن لأي كافر هنا في الغرب محترم أن يفوه بها. ما هذا؟ ما هذا؟ طبعا حين تتكلم، ولذلك هو ذهب يقتبس كلمة تنسب للإمام علي عليه السلام لكي يبرر بذاءته. علي قال هذا طبعا، وأتى بعبارة من أبشع ما يكون، أستطيع أن أقسم أن عليا لا يقول هذا، لا يستحيل أن الإمام عليا يفوه بهذه البذاءات ويتهم الناس باللواط أيها الإخوة بالسدومية في مسجد رسول الله، بلى قلة أدب يا أخي. خلوا عنا، خلوا عنا أحيانا أيها الإخوة، والله يعني لا أدري ماذا أقول، لا أدري ماذا أقول، أحب أن أصرخ في الناس، في المسلمين سنة وشيعة وإباضية وزيدية، أقول لهم يا أخي اتقوا الله في محمد، اتقوا الله في قرآن محمد، اتقوا الله فينا يا أخي، اتقوا الله في الدين، دعونا من هذا الهبل، دعونا من هذا الاستحماق، من هذا الاستحمار، دعونا من كل ما تنسبونه إلى رسول الله وإلى الأمة. ما هذا الكذب؟ ما هذا الهراء؟ والمشكلة أن العوام من العمى أيها الإخوة، العوام المساكين، تجد كل مجنون له طائفة وله شلة وله ربع وعشيرة يثقفون خلفه مستعدون أن يموتوا من أجله ومن أجل جنونه وقلة أدبه ووقاحته وعصبيته وتكفيره ومرارته وسوداوية شخصيته. ما هذا يا جماعة؟ هذا دين جميل والله العظيم، إذا أنت لم تجد تأثير الإيمان فيك تجميلا لشخصيتك الباطنة، تجد أن ضميرك ضمير جميل. أنا مرة ذكرت مفهوما عجيبا جدا وخطيرا وخطيرا، ما هو أيها الإخوة؟ ما هو؟ نحن نتصور أن معظم من حولنا من الناس لا يمكن، لا يمكن أن يستسهلوا السطو على حيوات الناس بالمسدسات مثلا والخناجر. لا، هذا ليس سهلا، ليس سهلا مطلقا، وهو يعلم أن من وراء فعله السجن، والسجن الطويل وربما المؤبد، فهم لا يفعلون هذا. حتى إذا فاهوا به في دولة قانون كالغرب هنا يحاكمون عليه، إذا هدد بالقتل يحاكم، صحيح؟ ولذلك حتى هم في خيالهم يفعلون هذا بدرجة أكبر، تخيل نفسه أنه قتله، أنه ذبحه لكي ينتقم، نفوس ضعيفة. لكن كم من الناس يصول على أعراض الناس بخياله؟ معظم الناس دائما يصول ويتخيل نفسه فحش بفلانة ووقع على فلان وكذا، خيال مريض. الخيال المؤمن لا يكون هكذا. لو كنت مؤمنا صادقا حتى خيالك، حتى خواطرك تكون جميلة متناسقة، والعمر قصير وكل شيء محدود وبقدر، ما في وقت أن تتخيل البذاءات والوساخة، ما عندك وقت، وتفكيرك وهمك في الظاهر والباطن حتى في لا شعورك كله في السعي في فكاك رقبتك واستنقاذ مهجتك. لذلك تفكر دائما كما قلت رحمانيا، كيف ترحم الناس، كيف تزيل خلة هذا، تسد خلة هذا، تزيل علة هذا، تقضي حاجة هذا، تمسح دمعة هذا، ترسم بسمة على وجه هذا أو أبناء هذا، كيف أفعل هذا؟ هذا هو، هذا هو الجمال، جمال الباطن، جمال الباطن. كيف تعذر الناس حين يخطئون؟ تقول مساكين، حتى لو أخطأوا في حقك محذورون، مؤكد أنهم مروا بظروف جعلتهم هكذا متمررين، ما يدريني، ما عساي لو مررت، أو لعلني لو مررت بمثلها أكون أسوأ منهم، غفر الله لي ولهم. هذه الدنيا تبحث عن أمراض نفسك، تبحث عن عيوب نفسك، ولك فيها شغل عن النظر في عيوب الناس. بعض الناس ليس هكذا، بعض الناس يعمى عن عيب نفسه ويذهب يبهت الكمل من الناس. كمل من الرجال كثير،
في كل زمان ومكان ستجد من الرجال من هم كملة. تأمل في حياته، في مسالكه، في شخصيته، تجد أنه رجل كامل لا ينقصه شيء. هناك من يبهته وينسب إليه العظائم يشنأه بها والعياذ بالله إلى هذه الدرجة، ثم يزعم أنه متدين أو حتى شيخ، وقد يكون شيخ منبر، قد يكون شيخ فضائية، ويبهت الناس الكملة وينتقم منهم أيها الإخوة بخياله ونفسيته المريضة. ليس هكذا الدين. أين دين الصفح الجميل والهجر الجميل والتسريح الجميل والصبر الجميل ودين الإحسان على كل شيء مكتوب؟ أين هذا؟ لا أدري كيف نفهم ديننا أيها الإخوة، لا ندري. الموازين معتلة، الموازين مختلة. لم ندأب ولم يدأب على تزويدنا بموازين حقيقية أيها الإخوة لتعيير الدين. كيف أعير ديني؟ وين الترمومتر؟ تعيير الدين بطول الانتقاب، تعيير الدين كم عمرة بتعملها وكم حجة حجية، تعيير الدين كم ركعة تركع، تعيير الدين كم دعوة تدعي. الذي جاء يناقشني عن إقامة الدولة الإسلامية، نظرت في وجهه ورأيت فيه سوادا، قلت سألتك بالله صليت الفجر يوم؟ قال لا. كيف عرفت؟ قلت وجهك أسود يا أخي، تتكلم عن دولة، دولة ماذا يا أخي؟ أنت لا تستطيع أن تصلح نفسك، أنت لا تحافظ على الصلاة، ثم تتكلم عن خلافة المسلمين. بلى كذب، بلى دجل. لماذا نتعلم الدجل؟ علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا، علينا أن ندأب على تزويد أنفسنا بالمعايير الصحيحة للتدين، وإلا كلام فارغ. هذا دين جميل ينبغي أن ينعكس جماله في كل شيء. كتابه جميل، نبيه جميل، ربه مشرعه له جميل، من أسماء الله الجميل في الصحيح، إن الله جميل يحب الجمال، من أسماء الله يا جماعة، من أسماء الله اسمه الجميل، الجميل. كيف نستطلع؟ كيف نستجلي؟ وهذا موضوع الخطبة، كل هذا استطراد فاغفروا له، فاغفروا الأولي. كيف نستطيع أن نستجلي جمال الخالق لا إله إلا هو؟ لا، جمال الذات يستحيل، الذات الإلهية محجوبة، لا مجال للمقايسة بينها وبين أي ذات، بينها وبين كل الذوات. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: حجب الذات بالصفات. طبعا ذاته محجوبة بصفاته، ما لكاش علاقة، ما في مدخلية، ما في طريق يطرق إلى الذات أبدا، محجوبة بالكلية لأنه ليس كمثله شيء. حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال، لأنها صفات الذات. تظن أنها كصفات البشر وتقيس على صفات البشر؟ أبدا، لكن الصفات محجوبة بالأفعال. أقول لكم والأفعال شديدة الظهور وشديدة الخفاء، لأنه الأول والآخر والظاهر والباطن. يمكن لكل أحد، وهذا له اعتلاق من موضوع خطبتنا اليوم إخواني وأخواتي، يمكن لكل أحد أن يستجلي مجالي ومظاهر الجمال الإلهي في كل شيء وبسهولة، يتحسس هذا بالفطرة، بالفطرة يشعر الجمال في الكون أيها الإخوة، في كل شيء له آية، أحسن كل شيء خلق. ويمكن له أن يتخصص وأن يغوص ويتعمق ويتغمق أيها الإخوة في الأعماق والأغماق ليستجلي شيئا من دستورية هذا الجمال، يصوغه بطريقة رياضية، ماثماتكس، رياضيات، ممكن، موجود، وقد فعل ولا يزال يفعل هذا المفكرون الكبار، العلماء الفخام، الفلاسفة والحالمون والفنانون يفعلون هذا أيها الإخوة. نعم موجود، وهذا يعكس أيضا يعكس جماله لا إله إلا هو المأخوذ من جمال صفاته المعبر عنه بجمال أفعاله سبحانه وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه. لكنه قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كأن البداية تكون بالنظر في هذا الإنسان أيها الإخوة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طبعا الإنسان يرى أن أجمل جمال هو الجمال الإنساني، يرى هذا. قد يقول قائل: هذه ثقافة، ليست طبيعة هذه، وليست حقيقة وجودية، هذه ثقافة، نحن تعلمنا هذا. في خطبة سابقة نقلت عن فولتير في القاموس الفلسفي، فرانسوا فولتير، أنه ذكر أن الجمال في نظر الضفدع الذكر هو جحوظ عيني أنثاه بعينيها الكبيرتين الجاحظتين الناتئتين في الرأس الصغيرة، قال هذا الجمال. الجمال في نظر البوم هو جمال ابنها الصغير، أبو عينين كبار برضو على شكل منخل، هذا الجمال. ويحكى عن سليمان أنه أمر البومة أن تأتيه بأجمل خلق، فذهبت ثم عادت بابنها، قال: والله لو أتيتني بغيره لقطعت رأسك.
في نظرها أجمل جميل هو أي البوم. لكن على كل حال لا الضفادع يا فولتير ولا البوم ولا الصراصير ولا الفئران أكرمكم الله وأعزكم أنشأت فلسفة ولا استيتكس ولا علم الجمال ولا فلسفة الجمال. الإنسان هو الذي يفعل هذا. ليس لديها وسائل رياضيات لكي تكشف عن دستور الجمال والتناسق والتناسب والهرموني. لا الإنسان يعرف هذا. لذلك يبقى حكمه في نهاية المطاف حتى عند نفسه هو الحكم الأول والأخير، مش حكم الضفادع، مش حكم الصراصير. لا نستطيع إلا هذا. هذا كل الذي نستطيع أن نقرره. ونظر الإنسان من قديم أيها الإخوة، إقليدس أو إقليدس كما يسميه العرب والمسلمون، إقليدس العالم والمهندس والرياضي اليوناني الإغريقي الشهير، وجد أن هناك نسبة عجيبة تتجلى في أشياء كثيرة. نسبة عجيبة أطلق عليها فيما بعد النسبة الذهبية، Golden Ratio، النسبة الذهبية، نسبة معينة. سأوضحها لكم بطريقة بسيطة جدا. لدينا الآن هذا الخط الطويل، سنقسمه إلى قسمين، قسم أطول وقسم أقصر. قسم الأطول سنسميه ألف، والقسم الأقصر سنسميه ماذا؟ باء. والخط كله بقسميه هو ألف باء، هو ألف باء. جميل. الآن نسبة يعني حاصل قسمة ألف على باء تساوي حاصل قسمة ألف باء على ألف. هذا الجولدن ريشيو ببساطة، ألف على باء يساوي ألف باء الخط كله على ألف. هذا الجولدن ريشيو. ووجد بعد ذلك أنها تساوي بالتقريب واحد فاصل أو فاصلة ستة من عشرة، ما ستة ثمانية واحد ثلاثة إلى آخره. المهم واحد فاصل ستة من عشرة، اسمها النسبة الذهبية. هذه النسبة نسبة أثيرة ومحبوبة جدا لدى الرسامين، بل حتى لدى الموسيقيين أيها الإخوة والملحنين الكبار، لدى المثالين والنحاتين، لدى المهندسين المعماريين. نسبة مقدسة هذه، وتسمى على فكرة النسبة الذهبية المقدسة، النسبة الذهبية المقدسة. مهمة أيضا لدى علماء النبات، وجدوها مهمة جدا في علم النبات، سأحدثكم عن هذا. والقرآن يقول وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. سوف تقرؤون هذا الوزن الإلهي، النسبة الذهبية، شيء محير مدهش جدا أيها الإخوة. أيضا لدى علماء التشريح، كل من درس التشريح حتى بطريقة بدائية، ليوناردو دافنشي اهتم بهذه النسبة جدا وأدركها، أدرك أن الجسد الإنساني محكوم بالنسبة الذهبية، وهذا سر جماله واتزانه. جماله استطاقيا، اتزانه وظفيا، هو هذا سر الجمال والاتزان في الخلقة الإنسانية. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وللتبسيط أيها الإخوة، يقال إن هناك مركزا للكتلة، الماس، مركز الكتلة في الإنسان. ومعنى كونه مركزا لكتلة الإنسان أن ما فوقه يعادل ما تحته، وما على يمينه يساوي ما على يساره. وقد وجد أن هذا المركز الوهمي، طبعا هو مركز وهمي، أن هذا المركز الوهمي موجود حول منطقة السرة. فقاس العلماء وقاس الفنانون، ليوناردو دافنشي قاس هذا وفهم هذا، أدركه بشكل ذكي جدا. فالرجل لم يكن مجرد رسام فقط، كان مهندسا ومشرحا وصاحب خيال علمي واسع جدا. وجدوا أن حاصل قسمة ما تحت مركز الكتلة إلى أسفل القدم على ما فوقها إلى أعلى الرأس يساوي النسبة الذهبية 1.6 من عشرة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شيء غريب جدا أيها الإخوة، شيء غريب جدا. ثم بعد ذلك وجدوا هذه النسبة تتكرر بشكل يكاد يكون لا نهائيا. لن أطيل، تستطيع أن تدخلوا على أي موقع أيها الإخوة متخصص في هذه الأشياء، أو تقرأوا كتابا متخصصا، وسترون أشياء لا أول لها من آخر. يعني الكف مثلا أيها الإخوة، الكف إلى الرسغ، من الرسغ إلى الكوع أو المرفق أيها الإخوة، هذه المسافة على هذه المسافة تساوي النسبة الذهبية. ثم نفس المبدأ، نفس المبدأ ألف وباء، هذا نفس المبدأ، هذه المسافة إذا جعلناها مقاما للمسافة كلها النسبة الذهبية نفس الشيء. خذ السبابة مثلا بعقيها الأربع، ستجد أنها 2 3 5 8، نسب الطول تقريبا 2 3 5 8. إيش 2 3 5 8؟ هذه متتالية أو متسلسلة أو متتابعة ليوناردو فيبوناتشي
الرياضي الإيطالي الشهير في القرن الثاني عشر الميلادي التي اكتشفها لدى دراسته لتوالد وتكاثر الأرانب، وأراد أن يدرس تكاثر الأرانب، ثم أصبحت متتابعة شهيرة إلى اليوم، متتالية فيبوناتشي. فيبوناتشي إيش هي؟ هذه متتالية سهلة جداً جداً، تبدأ صفر واحد واحد، بعضهم يحذف الصفر لكن الدقيق يبقى، صفر واحد واحد اثنين، بعدين ثلاثة خمسة ثمانية خمسة ثلاثة واحد وعشرين. وإيش الباترن؟ إيش النمط اللي فيها؟ يمكن بالحساب البسيط بالنظر هناك نمط، ما هو؟ كل قيمة كل عنصر فيها يساوي حاصل جمع العنصرين قبله، هذه متتالية فيبوناتشي بس. طيب بعدين من مزايا متتالية فيبوناتشي أنك لو قسمت أي عنصر على العنصر الذي قبله النسبة الذهبية، وكلما صاعدت مرتقيا تكون أقرب إلى النسبة الذهبية بشكل دقيق جدا. شفت؟ يعني 3 على 2 قريب من النسبة الذهبية، 5 على 3 أقوى في الاقتراب من النسبة الذهبية، 8 على 5 أقوى وأقوى، 13 على 8 أقوى، 21 على 13 وهكذا، تصبح تماما هي النسبة الذهبية. هذه هي خاصية متتالية فيبوناتشي، وهذا علاقة هذه المتتالية بالنسبة الذهبية. دائما إذا قرأت أو سمعت متتالية فيبوناتشي، متسلسلة متتابعة، إذا لها علاقة بالنسبة الذهبية، لها علاقة بالنسبة الذهبية. فيما يختص بعقل أصابعنا أيها الإخوة، هناك متتالية فيبوناتشي، إذا النسبة بين العقل محكومة بالنسبة الذهبية، النسبة بين عقل الأصابع هي النسبة الذهبية. شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. لو قسمنا طول الوجه أيها الإخوة على عرضه النسبة الذهبية، لذلك الوجه جميل ومريح، وجه الإنسان العالم ستيفن مارك أوت، دكتور هذا في الطب مشهور جدا وجراح ومهتم جدا بعمليات أو بعملية فلسفة الجمال، درس هذا الموضوع على فكرة بين قوسين، هذا ما يميز الباحث والعالم الغربي عن الباحث العربي والشرقي عموما، لديهم طول نفس، لديهم تخصص دقيق جدا جدا، إذا أمعنوا في مسألة أيها الإخوة لا يتركونها حتى يقتلوها درساً وفهماً وتعمقا. 25 سنة درسها، 25 سنة، طبيب وجراح أيها الإخوة، ويدرس له دراسات في فلسفة الجمال وعلم الجمال. بعد 25 سنة قال أستطيع أن أقول إنني تقريباً وضعت يدي على سر الجمال الذي يمكن أن يصاغ بعبارة رياضية. ما هو سر الجمال؟ قال كامن في النسبة الذهبية، ما في كل شيء، وأتكلم حتى القواطع، قواطع الإنسان القواطع العلوية النسبة أيها الإخوة الحاكم عليها هي النسبة الذهبية، بين ارتفاعي مثلا وعرضي النسبة الذهبية، هذا هو. وكلما عكس الإنسان في أعضائه وأجزائه المختلفة النسبة الذهبية كان أقرب إلى مثال الجمال، موديل، هذا مثال الجمال. لذلك الدكتور ستيفن مارك أوت بعد 25 سنة من الدراسة أيها الإخوة صنع قناعاً، ليس قناعاً سحرياً لا، قناعاً جمالياً استتقياً، صنع قناعاً أيها الإخوة، وجعل يطبق مقاييسه خاصة النسبة الذهبية على أشهر الرجال الوسيمين والنساء والفتيات الجميلات، فعلاً الأكثر جمالاً أيها الإخوة هو الذي ينطبق عليه القناع، لأن القناع محكومة النسب فيه بين كل أعضاء الوجه من كل الزوايا بالنسبة الذهبية. سبحان الله، الأجمل في نظر الناس، معظم الناس يقول هذا الأجمل، هذا الممثل هو الأجمل على الإطلاق، لديه جاذبية أتركتيف خاصة جداً جداً، سبحان الله ينطبق على القناع تماماً لأن جماله محكوم بالنسبة الذهبية. بعض الناس أحياناً ترى أن تقاطيعه أيها الإخوة أعضاء وجهه كل شيء منها على حدة جميل، لكنه في المجمل هكذا ليس جميلا، ونعبر عنه بطريقة هلامية نقول دمه ثقيل غير مستخف، لا لا، فيش تناسب بين بعض الأعضاء، التناسب مفقود، شيء زيادة على اللزوم كذا، فتختل النسبة الذهبية، راح الجمال، مع أن كل تقطيع على حدة جميل، أخذه على حدة هو جميل. نسبة وزن والسماء رفعها ووضعها الميزان أيها الإخوة، أنبتنا فيها من كل شيء موزون، سوف نعود إلى هذه الآية من سورة الحجر. على كل حال ما يتعلق بالإنسان كثير وكثير جدا، يوشك أن يكون يعني لا متناهي، تتكرر النسبة الذهبية باستمرار بين أجزاء الإنسان، شيء غريب. ولذلك يقرر المولى تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم،
في أحسن تقويم على الإطلاق، لأنه أكثر بنية، أكثر معمار، أكثر ستراكشر أيها الإخوة، يتجلى فيه النسبة الذهبية وتتكرر فيه باستمرار الجسم إيه؟ الإنساني، الجسد الإنساني. فسبحان من هذا نظامه، وسبحان من هذا إيه؟ خلقه وفعاله. نعم، نأتي الآن إلى مكة المكرمة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أول بيت وضعه الله. وفي بعض الأخبار والآثار أن الله تبارك وتعالى دحى الأرض من مكة، الأرض بعد ذلك دحاها، يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر، كما قال ابن الرومي في القصيدة المشهورة، يصف خبازا، دحاها بسطها ومدها من مكة. فهذا الدحو والمد أيها الإخوة محكوم بنسبة معينة هندسية رضية أم أنه اعتساف؟ ما في اعتساف، خلق كل شيء وقدره تقديره. قلنا لكم هذا كله محكوم بالحقيقة، يمكن اكتشاف ذلك، يمكن صياغته حتى رياضيا أو علميا بأي صيغة من صيغ العلم أو الصيغ العلمية. كيف؟ وجدنا شيئا عجيبا جدا. تأخذ أنت المخطط، تأخذ الأطلس أو المجسم، تجد أن مكة تقع، هناك خطوط الطول كما تعلمون مسؤول عن الوقت، وهناك خطوط العرض مسؤول عن اختلافات المناخية. خطوط الطول 360 من جرينتش، يمين يسار أيها الإخوة، 180 بطلع إيه؟ 360 خطا. خطوط العرض لا، على النص تماما، هذه الدوائر المتوازية، 180 خط الاستواء، فوقيه 90 وتحته ماذا؟ 90. طيب حنشوف خطوط الطول. مكة هي جرينتش صفر، يعني مكة هكذا، إذن مكة تقع على خط 40، على خط 40 عن يمين مكة كم بقي من خطوط الطول أيها الإخوة؟ 180 ناقص 40 140، صحيح؟ طبعا يسارها 180 زائد 40، لأنه من صفر لسه في 40، 220. نيجي نشوف 360 تقسيم 220 1.6 النسبة الذهبية. عجيب النسبة الذهبية، واضح؟ 360 مجموع خطوط الطول على كم؟ على 220 النسبة الذهبية. نفس الشيء أيها الإخوة خطوط العرض، مكة إلى جنوبها لأنها فوق خط الاستواء، فوق خط الاستواء بعيدا عن مدار الجدي، جنوب خط الاستواء، نجد أن مكة تحتها 113 دائرة عرضية، فوقها 67 دائرة عرضية، 67 دائرة عرضية. هذا على هذا، الكبير على الصغير، النسبة الذهبية. عجيب، في شيء أعجب من هذا بكثير. طبعا في بعض الناس اعترضوا، بعض إخواننا الأقباط في مصر وبعض العلمانيين قال لك هذا كلام فارغ، يضحكون على الناس، يبتلعون أشياء. لماذا؟ هذا حساب تحسبه أنت. قال لك طيب على خط الطول في مدن كثيرة، صحيح في مدن كثيرة، نعم، غير مكة وتنطبق عليها نفس المسألة، تنطبق صحيح، لكن من منها مكة؟ أنا أتساءل، إيه الهبل هذا؟ هذا تفكير علمي. من منها مكة؟ انتبهوا، أنا لدي حتى 20 مدينة على خط طول واحد، لكن من منها مدينة ذات حيثية، مدينة ظهر منها دين، ظهر منها نبي غير الدنيا؟ مكة لها ميزة خاصة واضح، وهذه الميزة أيها الإخوة كما قلنا يعكس شيئا من امتيازها كونها محكومة بالنسبة الذهبية. الله جعلها كذا، واضح؟ يعني الرسول مثلا هو نبي عربي مطلبي هاشمي كذا، يشركه في هذا كثير من أهل بيته، صحيح؟ لكنهم ليسوا أنبياء. ميزته في نهاية المطاف أنه أنه النبي، هذه العوامل مع أنه النبي. ميزة مكة أنها كذا 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 على كونها مكة، انتبهوا، التي التحمت فيها السماء بالأرض وألقت فيها السماء كلمتها الأخيرة إلى إلى هذا العالم التائه الحائر الشارد. هذا المعنى، لا أدري كيف ينتقدون، لا يحبون أن يخضعوا الحقائق. أعجب من هذه الحقيقة أيها الإخوة ما في كتاب الله تبارك وتعالى. الآية التي تلوتها على مسامعكم ومسامعكم إخواني وأخواتي حفظكم الله وحفظكم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أتينا أحصينا أحرف هذه الآية الجليلة، وانتبهوا المضغم دائما حرفان، يعني إن هذه ثلاثة حروف، شو تقول لي حرف بكة، الكاف حرفان هنا وهكذا، أحصينا مع فك الإدغام أيها الإخوة وجدنا الأحرف 47 حرفا بالتمام، تمام هي سبعة، هذه حقيقة
خطية رسمية 47 حرفا. قوله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، إلى هذا الجزء عند كلمة مكة يعني بكة 29 حرفا. قوله للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، هذا الجزء الآخر الضلع القصير في الآية كم؟ 18 حرفا، 29 أو 29 على 18 النسبة الذهبية. نرجع النسبة الذهبية لسه أوسع من هيك، وبعدين 29 أيها الإخوة زائد 18 يعني 47 على 29 على ألف، قلنا على الضلع الطويل، يساوي النسبة الذهبية. شيء محير لا يكاد يصدق. الله أكبر، هذا كلام من وضع محمد؟ محمد كان يشتغل برياضيات في بوناتشي والنسبة الذهبية والكلام هذا، يعرف هذا الشيء؟ لا علاقة له به، لم يكتشف أحد هذا قبل أي هذا القرن أيها الإخوة، ولم يلتفت إليه لا من قريب ولا من بعيد. أن تكون مكة في الحقيقة بحسب هذه الخطوط التي ابتدعناها وهي خطوط وهمية تعكس النسبة الذهبية، وضع مكة بكة في الآية يعكس النسبة الذهبية، شيء عجيب جدا لافت من كل سبيلها أيها الإخوة والأخوات. إيه والله ولله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يعني شيء مثل هذا وحده كفيل أن يجعل الإنسان يراجع أشياء كثيرة، قناعات كثيرة في الموقف من الإسلام العظيم، في الموقف من الإسلام العظيم. يدركنا الوقت بسرعة، نأتي الآن أيها الإخوة إلى النباتات. طبعا النسبة الذهبية ظاهرة في أشياء تعز على العد والحصر. تعرفون انثناءات أمواج البحر محكومة بالنسبة الذهبية، العلماء يتأكدون هذا، شيء لا يكاد يصدق. الصدف أيها الإخوة الحلزوني هذا، الصدف هيوتولس شيل محكوم بالنسبة الذهبية، هذا الحلزون محكوم بالنسبة الذهبية وبدقة، شيء عجيب أيها الإخوة. دوار الشمس محكوم بالنسبة الذهبية، يسمونها عباد الشمس. الفيروسات في بعض أوضاعها محكوم بالنسبة الذهبية. الحامض النووي منزوع الأكسجين دي إن إيه أيها الإخوة، إذا وضعت طوله على عرضه بالأنجستروم بالضبط النسبة الذهبية، والطول على العرض بيساوي النسبة الذهبية 1.6 من عشرة، شيء غريب. كل شيء موزون، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. النجوم والكواكب في كثير من أوضاعها محكومة بالنسبة الذهبية، بالنسبة الذهبية، وهي نسبة ثابتة، وهي نسبة ثابتة إلى آخر الأخير. طبعا المعمار الإنساني طبعا عن وعي وعن قصد، كثير من المعماريين فعلوا هذا عن وعي وعن قصد وأرادوا أن يعكسوا، كثير من الرسامين ومن آخرهم سلفادور دالي كان يعكس النسبة الذهبية، وخاصة في لوحته الأشهر السر المقدس للعشاء الأخير سكنت في ثلاث صفا، في هذه اللوحة واضح جدا أنه أراد أن يعكس النسبة الذهبية في أكثر من شكل، أشياء كثيرة عكس فيها النسبة الذهبية عن تعمد. ليوناردو دافنشي في معظم لوحاته paintings كان يعكس النسبة الذهبية، في الموناليزا واضح جدا، في القديس سان جيروم سانكت جيروم أيها الإخوة يعكس النسبة الذهبية. المستطيل نفسه، مستطيل اللوحة، هو المستطيل الذهبي، طول على عرضه 1.6، في الداخل 1.6. المهم قصص كثيرة في المعمار كثير، أكثر كاتدرائيات أوروبا أيها الإخوة المشهورة فرنسا وغيرها محكومة بالنسبة الذهبية، المهندس المعماري تقصد هذا لأنه يعطي جمالا، يعطي راحة للإنسان، راحة غير عادية وشعور بالجمالية، وشعور بالجمالية. البانثينون محكوم بالنسبة الذهبية، أعمال النحات الإغريقي الشهير فيدياس 430 قبل الميلاد أكثرها محكومة بالنسبة الذهبية عن وعي، كان يتقصد ذلك، أفيدياس يتقصد ذلك حتى في تماثيله. جامع عقبة في القيروان أيها الإخوة محكوم بالنسبة الذهبية، شيء غريب. المساحة العامة إلى مساحة الفناء النسبة الذهبية، أشياء كثيرة في المنار محكوم بالنسبة الذهبية، موجود. المهندس المسلم أدرك هذا بحسه الجمالي الفطري، حس إلهي، تحسس للجمال أيها الإخوة. فنأتي الآن إلى النبات أيها الإخوة، إلى النباتات. فيلوتوكسي أو فيلوتوكسيز، إيش الفيلوتوكسي؟ بالألمانية بلاتشتيلونج، اللي هو توزع الأوراق على الغصن. فيلوتوكسي، الدكتور متخصص نبات طعم بضحك يعرف هذا جيدا. فيلوتوكسي، فيلوتوكسيز، بلاتشتيلونج، كيف تتوزع الأوراق على على الغصن؟ شيء عجيب. يعني من القرون الوسطى بدأ الناس يدركون أن هذا التوزع ليس عشوائياً، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.
أدركوا أن هذا التوزع ليس عشوائياً، لكنهم لم يضعوا الأصبع عليه بالضبط. كيف هو منتظم؟ كيف هو نظامي؟ كيف هو جمالي؟ لم يعرفوا. لكن بدأ هذا يتبلور مع مطلع القرن التاسع عشر. عالم النبات الشهير ألكسندر براون، ألكسندر براون كان ذكياً جداً وله اليد الطولة في هذا الباب. ماذا اصطنع هذا الرجل أو ماذا فعل؟ أتى إلى غصن تتوزع عليه الأوراق. طبعاً التوزع معروف بثلاث أشكال، هناك التوزع المتبادل، هناك المتقابل، وهناك الورد، يعني بسموه، أنا أسميه المغزلي أو بسموه استواري، لكن لا، الورد معناها فلكة المغزل، فلكة المغزل عفواً، فممكن نسميه المغزلي الورد يعني، نعم هذا السواري. طيب ثلاث أنواع. على كل حال، فجاء هذا ألكسندر براون ورسم خطاً بحسب الإمكان أيها الإخوة على الغصن يصل بين قواعد الأوراق. الورقة كل ورقة عندها القاعدة تنطلق منها على الغصن، فيصل بين قواعد الأوراق، يصل بين قواعد الأوراق، فانتهى إلى نتيجة مثيرة بالنسبة إليه، exciting يعني. وجد إخواني وأخواتي أن هذا يشكل منحناً حلزونياً، منحناً حلزونياً فيه نوع من السيمترية، بغض النظر بدأت من اليمين بدأت من اليسار، يعني عكست هيك أو هيك، بنفس الطريقة يبقى بنفس الطريقة، وسمي بالمنحنى الحلزوني المنشئ، أسموه المنحنى الحلزوني المنشئ. هذه كانت البداية مع ألكسندر براون. بعدين دخل مع شامبر عالم النبات الآخر شهير أيضا، نعم، فأراد أن يحسب زاوية الانفراج. زاوية الانفراج إيه زاوية الانفراج؟ يعني قاعدة ورقة معينة وبعدين الورقة التي تليها، يعني التي تأتي فوقها. لاحظ كلاهما شامبر وبراون أن هذه الزاوية، زاوية الانفراج، تبقى ثابتة. والعجيب ليس في الغصن الواحد ولا في أغصان نبتة واحدة ولا في أغصان أيها الإخوة أشجار تنتمي إلى النوع الواحد، بالعكس، بل في أغصان أشجار تنتمي إلى أنواع متعددة، في ثبات في الانفراج. شيء غريب جدا، اتزان عجيب. طبعا إلى الآن على مبلغ علمي، الدكتور معانا متخصص لا أدري، لم يستطيعوا، لم أقرأ شيئا من هذا القبيل، أن يكتشفوا مثلا علاقة بين مجموعات الأنواع ومحكومة بدستور رياضي معين. ليش؟ صعبة، مسألة صعبة ومعقدة جدا. طيب بعد ذلك قام براون أيها الإخوة مع صديقه بعمل أكثر إثارة، بعمل أكثر إثارة. ما هو؟ استخلص منه دستورا شبه رياضي، أو دستور في الحقيقة رياضي، دستور رياضي له علاقة بالانفراج. وجد أن عدد دورات الحلزون المنشئ، المنحنى الحلزوني يعني المنشئ أيها الإخوة إذا جعلناه في البسط وجعلنا في المقام عدد الأوراق الموجودة في هذه المنطقة، تصور يعني بين ورقة وورقة والدورات وتحت عدد الأوراق، يساوي دائما عناصر، هي عناصر متتالية في بوناتشي، يعني 1 1 2 3 5 8 13 21 إلى آخره، نفس العناصر. معناها كل ذلك محكوم بماذا؟ محكوم بالنسبة الذهبية، لأنه من خصائص متتالية في بوناتشي ما ذكرناه، لو قسمنا أي عنصر على الذي قبله تكون دائما النسبة الذهبية، كلما تصاعدنا نكون أقرب إلى الجولدن ريشيو أو النسبة الذهبية. وهكذا أيها الإخوة أمكن، إذا جاز القول، البرهنة على ما ذكرته في مقدمة خطبتي هذه. هذه اجتهاد مني، هذه قاعدة أنا ألفتها كذا، وأنا يعني أحببت أن أدلي بها، أن الله تبوا هذا محصول وفائدة الأمر الإلهي بأن نتفكر وأن نتلو كتابه وأن نتفكر في كتابه وفي خلقه. ما الفائدة؟ أن الله يخبرنا عن حقيقة معينة، يقول مثلا نحن خلقنا النباتات وهي موزونة ولا نستطيع أن نثبت موزونيتها هذه. ما الفائدة؟ كلام يأتيك ملحد يقول لك هذا كلام، تهويمات من محمد يفتأت فيها إله المفروض اللي هو غير موجود. وين موزون؟ ما في شيء موزون، هذه شغلات عشوائية، هذه شغلات عشوائية. لكن حين يبرهن هذا وبصيغة علمية وبدستور رياضي، هنا أيها الإخوة يصح أن هذا الكلام من لدن الله لا إله إلا هو. قال عز من قائل: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الله أكبر، هذه الآية تهزني وتهز كل مؤمن ومؤمنة. الله يقول هذا القرآن، تتساءل عمن أنزله؟ أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وعلى الركب العلمي
على مشوار البحث العلمي أيها الإخوة، إلى أن يطوي الله بساط هذه الدنيا، أن يظل متابعاً تقدمه وكشفه وفهمه لكي يكشف عن مجال هذا السر الإلهي، عن مجال هذا السر الإلهي الذي كشف عنه من قبل القرآن بطريقته الخاصة، حين يقول لك وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، إذن يقول لك هناك دستور رياضي اذهب وابحث عنه، موجود خلاص، هنا يكفي، تكفي هذه الدفعة العظيمة من القرآن الكريم للعقل العلمي، صح؟ العقل الباحث المستشرف أيها الإخوة، المتعشق والمتشوف في الحقائق، تكفي، ماذا تريد أكثر من هذا؟ هذا هو. فإذا أمكن برهنة هذه الحقيقة، ما من ظاهرة يشير إليها القرآن الكريم إلا ويمكن التحقق منها أيها الإخوة، حتى إن كانت ناظرة بوجه من وجوهها إلى عالم الغيب، كما قلت التزامنية أثبتت هذا، خطبة التزامنية برهنت هذا بشكل عجيب وغير مسبوق بفضل الله تبارك وتعالى. لأول مرة في علم العقائد يمكن إيه أيها الإخوة أن نأتي ببرهان جديد على هذا النحو، حتى هذا الشيء المتعلق بعالم الأمر يمكن رؤية برهانه في عالم الخلق والشهادة، في عالم الخلق والشهادة. فكيف إذا كان الأمر أصلاً ومن حيث هو متعلقاً بماذا؟ بعالم الشهادة. يمكن هذا بسهولة بالعمل العلمي، بالجهد العلمي إيه؟ المتواصل الدؤوب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، أرون وترين، لو أن هؤلاء العباقرة، هؤلاء الأفذاذ الأذكياء النابهين لم يكونوا مزودين بحاسة جمالية، لم يكن فيهم الحس الجمالي النقدي ناميا يقظا، هل كان من الممكن أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ أبدا. لماذا؟ لن يستثيرهم شيء منذ البداية. هذا جواب لماذا لم يفعلها فلان وفلان، لماذا لم يفعلها أنا وأنت؟ لأننا لم نستثر تلكم الاستثارة أيها الإخوة التي شدت أعصاب الفكر وقدحت زناد البحث لدينا، بحيث نبدأ نبحث متسائلين، كيف؟ ما السر؟ هناك جمال مخفي، هناك جمال مشمول، جمال مضمن مستكن خبيء، لا نشعر، لا نشعر، أين هذا الجمال؟ لا نشعر به. ومن هنا أختم الخطبة بالتأكيد على ضرورة أن نحذق أيها الإخوة، أن نحذق فنون وآليات وسائر ومناهج التربية الجمالية التي نحن مقصرون فيها جدا. قلت مرة عبارة أيها الإخوة، سبب كبير من أسباب انتشار الإرهاب والعنف الآن في الوسط الإسلامي، هو موجود طبعا، ليس بذلك الحجم الذي يصوره إيه أعداء الإسلام في الشرق الغرب، لكن موجود وبشكل مثير ومقلق ومحزن، موجود في كل مكان في بلاد العرب والإسلام الآن، مش بس في العرب، وفي الإسلام وفي العالم وحول العالم موجود. سبب أساسي ورئيس، من الصعب أن شيخا تقليديا، لماذا؟ لنقص التربية الجمالية لدينا ولدى هذا الشيخ، أن يشير إليه، لا يخطر على باله، لا يخطر على باله، بل هو يساهم في إنتاج هذا العنف بطريقة غير مباشرة. أنا أقول هذا وأجري على الله، يقول لك هذا مبالغات عدنان، ما هو مبالغ، لا، هذه طريقتي في التفكير، مبالغ غير مبالغ، أنا حر. ما إيش الطريقة؟ إيه، أنت حين تأتي وتحرم علي الرسم، حرام تصوير أحياء، ولا تجتهد في المسألة، فقط تقتفي بما قال الأقدمون، كأنه الأقدمون هم أنبياء معصومون، طريقة معينة فهم النصوص هكذا جامدة، تحرم كل أنواع الموسيقى يا أخي، حتى ضرب حديد على حديد، قالك حرام، كله حرام، كل أنواع الموسيقى، كل أنواع الرسم، كل أنواع التمثيل محرمة أيها الإخوة، النحت وكذا، الفيجرز وكذا، كل هذا محرم، هذا محرم، هذا محرم، وطبعا حتى التمثيل عادي التلفازي والمسرحي محرم، أكثرهم محرم عندهم، أكثرهم مدام في نساء انتهينا خلاص، محرم إلى آخره، من غير شروط، بعض محرم بغير شروط أيها الإخوة. أنت تنتج العنف يا حبيبي، يا مولاي، يا
عالمنا الفاضل، أنت تنتج العنف، أنت تساعد على إنتاج العنف، لأنك تنتج شخصيات لا إنسانية مشوهة غير طبيعية. إنسان لا يلذه الجمال ولا يحركه ولا يستجيشه، هو إنسان منقوص، ليس آدميا كاملا، إنسان خطير. وأنا قلت لكم مرة عن ويليام شكسبير في إحدى مسرحياته على لسان أحد أبطاله، يقول له احذر فلانا إنه شخص خطير، very dangerous، خطير جدا. قال له كيف؟ قال لأنه لا يتذوق الجمال. هذا شخص خطير، ممكن يقتل هذا، ممكن يقتل هذا، ممكن يزني بابنته. لن أتحدث لكم أشياء مقززة. ممكن نعم يأتي الحرام وهو شيخ ويصلي الصلوات الخمس، طبعا هذه قلة قليلة جدا جدا لا كثر الله منها، بس موجود. لكن لماذا يفعل هذا؟ شخص فاقد للحاسة الجمالية يا إخواني، ليس عنده جمال، ليس عنده إيه؟ أي تحسس للجمال. شيء خطير. النبي هو كان شيخ المربين على الجمال وتذوق الجمال. هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى خطبة بحيالة، بل إلى خطب حتى في أشياء لا يلتفت إليها الناس. يعني روى الإمام أحمد في مسنده أن طلق ابن علي اليماني، معظمنا لم يسمع به، صحابي مغمور، مغمور جدا جدا، هذا الصحابي كان أحد المشاركين في بناء المسجد النبوي في صدر إيه؟ الفترة السعيدة المدنية، فكان يشارك. ولاحظ النبي أن الصحابة أرادوه على أن يتعاطى عملا آخر غير عملي. ما هو عمله؟ هو كان يعجن الطين، يضع الطين، يضع عليه الماء ويحركه بيدي، والنبي يلاحظ فقال قربوا اليماني من الطين. قال لا لا لا، ما تدخلوا اشتغل شيء ثاني. شوفت، قال قربوا اليماني من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأحسنكم له سبكة. قال متقن، بيشتغل بجمالية هذا الرجل. أحد إخواني أيها الإخوة جاءهني مساوي، مش عربي، الحمد لله، انتبهوا، وأنا عربي، أنا من غزية، أنا من غزية. جاءهني مساوي يعمل له بيته أيها الإخوة، يرممه ويدهنه ويطليه. قال لي شيء عجيب، الرجل يعمل بتفان غير معقول، عامل عملا يستحق عليه أضعاف ما أعطيته من أجر، إلا أنه سعيد بأجره. قال وكان يعمل ثم يأتي هكذا يقف وينظر إلى الباب من عدة زوايا، ويرى مدى اعتداله ومدى لمعان طلائه، ثم يعود. قال أنا أراه مكتملا وهو لا يرى كذلك. قلت له هذا يعمل بجمالية، هذا لا يعمل عشان يشبع بطنه فلوس، لا لا لا، يعمل عمله بجمالية، عمل يدوي عادي يعمله بجمالية فينتج. رحمة الله على شيخنا الجميل أبو الشكل الجميل والأسلوب الجميل والتعبير الجميل والأفكار الجميلة، الشيخ محمد الغزالي الذي قل مثيله في القرن العشرين وفي هذا القرن. ولا يفهم هذا الذين ينتجون البشاعات والعنف، لا يفهمون. لا يقول لك غزالي علامه، هو يعني عندك الغزالي؟ غزالي أكبر مما تتخيل يا مسكين يا منقوص، أنت منقوص مش فاهم ولا حتفهم والله العظيم. كان يقول لماذا أتساءل لماذا تخرج الصنعة المنتوج يعني من تحت يد الغربي أكثر اكتمالاً وأجمل جمالاً من الصنعة التي تخرجها يد مسلم؟ لماذا؟ قال هذا دين محمد هيك؟ إحنا المفروض نكون أجمل والأتقن والأحسن في كل شيء، في كل شيء. حتى القرآن حين تقرأه النبي علمنا زينه بصوتك، والقرآن هو زينة الزينة، جمال الجمال، كلام رب العالمين. قالك لا، زينه، زينوا القرآن بأصوات. من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ما أذن الله، أي ما استمع لشيء أذنه، وليس إذنه، أذنه المصدر، الأذن، أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى أو يترنم بالقرآن. الله نفسه لا إله يسمع هذا ويحبه. الملائكة يا إخواني حين تتلو القرآن وتتنغم فيه وتغني بلحون العرب طبعا وبأحكام التلاوة لا تتجاوز، الملائكة تتنزل لسماع تلاوتك، يصبح الجو ملائكيا، تحب هذا. لذلك أنا أحيانا يعني أخونا المؤذن هشام بارك الله فيه يسعدني حين يأتي يؤذن، عنده صوت جميل، عنده طريقة، أحيانا أستغرب من جراءة بعض ما حبي واحترامي لهم، لماذا يؤذن وهو موجود؟ المفروض إنسان لا يفعل كلام، مستحيل أن أؤذن وهذا موجود يا أخي، صوته أجمل مني 50 مرة، لا يستحيل أن أؤذن. أمتع المصلين وأمتعني أنا كمان، أنا المؤذن، حتى وإن كنت حريصاً على الأجر. الإمام لو يعلم أن هناك من هو أقرأ منه وأجمل صوتاً عليه أن يتأخر، يقول له تفضل أنت يا أخي، نكسب أجر أكثر، نخشى مع كلام الله
يتجلى علينا الله، هذا هو حس الجمالي. علينا أن ندمن أيها الإخوة فعلا تحسس الجمال، وأن نربي أنفسنا، أسماعنا وأبصارنا وضمائرنا، نفوسنا أيها الإخوة وأولادنا على ذلك كلما وجدنا إلى ذلكم سبيلا، وأن يصبح هذا إيه؟ منهجا مقررا في التربية، التربية الجمالية. اللهم جملنا بالستر والعافية، وأكرمنا بالتقوى، وزيننا بالعلم، وأفض علينا من الحلم يا رب العالمين، واهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، واهدنا بهدايتك العامة والخاصة، وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين لك يا رب العالمين، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من عذب المسلمين والمسلمات فعاجله بقارعة. اللهم أنزل عليه بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أبرم لهذه الأمة المرحومة المصطفوية أمر رشد تعز فيه أولياءك، وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك وبكتابك وسنة نبيك، وتأمر فيه بالمعروف ويتناهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه سبل المؤمنين والمؤمنات. إلهنا ومولانا رب العالمين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا، والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على